مشاهدينا الكرام وفي الوطنية الأولى، مرحبا. موعد جديد وحصة جديدة تجمعنا بكم اليوم باش نعيشوا مع بعضنا كواليس وفعاليات مهرجاناتنا الصيفية. حلقتنا اليوم باش نبداوها من سبيتلا واختتام مهرجان العبيد الدولي وعرض زيارة لسامي النجمي. تخطيطنا الثانية باش تكون من مهرجان سينينا الدولي وعرض الافتتاح للفنانة التونسية ألفة بن رمضان. وفقرتنا الأخيرة باش تكون من صفاقس ومهرجان صفاقس الدولي مع فنان القدير لطفي بوشناق. بالطبيعة ما ننساوش فقرة الأجندة اللي باش تعطينا فكرة وين نجمو نصرو من غدويكا. فرجة ممتعة ودمتم أوفياء. فاح عطر مهرجان العبيد الدولي بسبيتلا وتسرب سداه إلى مختلف معتمدية القصرين والولايات المجاورة بباقة العروض التي قدمت على مدى أيام. فكان المسرح الأثري بسبيتلا قبلة الآلاف من الجماهير الوافدة من كل حدب وصوب، ما خلق حركية ثقافية واقتصادية بالمنطقة خلال أيام مهرجان العبيد الدولي الذي تختتم فعالياته بعرض الزيارة لسامي النجمي. مهرجان سبيتلا معناها تنجم تقول معناها العروض اللي جت كلها معناها عروض ممتازة. عرض صوفي متطور مبني على فنون الفرجة، يعني اللي ما تعرفوش يعني الزيارة هو عرض متكامل فيه قصة كاملة يعني في موجودة شرسان، وخلي الجمهور يكتشفها وانتم زادة تكتشفوها، وان شاء الله نكونوا على حسن الظن في المستوى بتاع الثقة اللي يعطينا الجمهور. كل سنوي كل عام الحقيقة كيجي يجيب بالبهجة، يجيب الفرحة، يجيب لنا برشة حركية في البلاد. تلقى العبيد معناها تستنى فك الليلة باش تخرج باش تسهر، خاطر ديجا تشوف معناش بلايص هكا محدة باش نخرجوا نشوفوا فيها سهريات ولا حاجة، معناش بحر معناش. دونك عندنا المهرجان اللي هو فرصة باش تخرج العائلات الكل تتفرهد وتشوف فنانين، فرصة معناتها باش نشوفوا فنانين اللي ما نشوفوهمش عام كامل معناتها. جاء
الجماهير وغصت بهم مدارج المسرح الأثري بسبيتلا الذي فاق طاقة استيعابه. جماهير واكبت عرض الزيارة الذي تواصل إلى ما بعد منتصف الليل دون توقف بمختلف فقراته الصوفية الفرجوية. الشرف الليله في حفل الاختتام انه باش يقع تكريمي من طرف الهيئه المديره مشكوره. مهرجان العباد الدولي بسبيتلا كان صغير وبدا يكبر بشويه بشويه من مهرجان محلي الى مهرجان جهوي الى مهرجان وطني الى مهرجان دولي. Oh,
15 عرض بألوان مختلفة في إطار فعاليات مهرجان العبادلة الدولي بسبيتلا. مهرجان خلق حركية ثقافية واقتصادية مميزة بمدينة العبادلة سفيتلا. مهرجان أعتقد أنه لبى كل طلبات جماهيرنا وكل طموحاتنا. نعتقد أيضا أنه هذه الدورة كانت متميزة واحد، والنجاح إن شاء الله يتبعوا نجاحات أخرى، وسبيتلا إن شاء الله ديما بخير. الموقع الأثري مدينة سبيتلا من أجل إدراجه في التراث العالمي، هذا من أهم الأشياء اللي تنجم تدعم هالملف هذا، هو الترويج والتسويق لهذا الموقع وخاصة المسرح الأثري مدينة سبيتلا. نعتقد أنه الجمهور شوفوا فيه شيخ متفرهد. عرض الزيارة اللي كان عرض متميز على جميع النواحي، إقبال جماهيري كبير من كامل المناطق المجاورة لولاية القصرين. المهارات الكلها تعدت محلاها ومنظمة وعجبتني برشا برشا، خاصة السهرية هذه. سهرية ما شاء الله، مهرجان روعة، تبارك الله عليكم، وإن شاء الله كل عام هكا تفرحونا. عمل مزيء. لا مزيء. ولا جيت قبل؟ أنا جيت قبل، أما مش في حضرة في أغنية أخرى، أما مزيء. دورة متميزة على خطر فيها الأذواق الكل، فيها معناها المنتوج الثقافي الموجه لجميع الفئات، أي واحد أي مواطن ينجم يلقى روحه في البرمجة هذه، تجمع بين الفن الأصيل بين الراب بين الفكاهة بين الفرجة. إن شاء الله تكون دورة متميزة كما البرنامج اللي تحط. بهذه السهرة التي أحيتها الفنانة التونسية ألفا بن رمضان انطلقت فعاليات الدورة 47 بمهرجان سليانة الدولية إيقاعات زعماء. كيف
فوزي بن قمر الفنان الشعبي فوزي بن قمر، كيروف ماهر باش يكون في الاختتام، باش يكون فنان زياد غرسة ومعه عرض من بوركينا فاسو، حتى الشباب الصغار وليد الصغار عملنا لهم زوز عروض وعرض تنشيطي خاص بهم وعرض في فيلم خاتم عليسة، باش يكون عندنا المالوف الفنان الكبير زياد غرسة اللي هو باش يتزامن مع عرض البوركينا فاسو، باش يكون معنا محمد الجبالي اللي هو ابن موجود، ويكون مهرجاننا في زوز فضائيات في المركب الثقافي وفي الملعب الرياضي. المهرجان أكدت عملها على وضع برنامج متنوع يستهدف جميع الفئات العمرية رغم ضعف الاعتمادات وغياب فضاء قادر على استيعاب العروض الكبرى، وهو ما حتم اللجوء إلى المركب الرياضي بالجهة. احنا وفقنا ربما رغم الإرهاصات والمشاكل هذه في تأمين يعني محطة ثقافية أخرى اللي هي مهرجان سليانة واللي كان ناجح على امتداد يعني الدورة هذه وحتى كان قارناها بدورة الفارتة، ولكن رغم أنه لبى تطلعات ومختلف الأذواق نتاع أهلنا في سليانة إلا أنه اليوم أصبح لزاما حقيقة على كل المتدخلين في الشأن الثقافي وعلى كل من لهم يعني دخل يعني ويد بالنسبة للمفهوم هذا والمشهد الثقافي هذا، أنه احنا نقولوا انه وقت لقيت اليوم لافراد جهه سليانة بفضاء للعروض وللمهرجان. التي تفتقر إلى الفضاءات الترفيهية. وتتواصل فعاليات الدورة 47 إلى 29 من الشهر الجاري، وتتضمن عديد السهرات الفنية والعروض المسرحية إضافة إلى فقرات تنشيطية موجهة للطفل والعائلة. الأمر يا دول الخير.
شوفي تونا عندي 50 سنة في الساحة، لكن جيوا تشوفوني قبل ما نطلع للمسرح أقسم بالقرآن العظيم أتصدق، أقسم برب القرآن العظيم وكأني لأول مرة أعتلي المسرح مسؤولية. نشوف هذا الناس وفي المهرجان معمل عليا والناس اللي تقص تساكرها وتخلي جارها وتجي وتتنقل من أجلي، يزمني نعطي كل اللي في قلبي وديما نقول قبل كل حفلة باش نتخطى هالخوف هذي. قول يا لطفي ربما ربي يعطينا طول العمر حسن الخاتمة الصحة والعافية وحسن الخاتمة، فلقلت ربما هذه تكون سعريتك الأخرانية في التاريخ. يا سهر الليل معلق محليها على الاخر، وبدلنا برشا جو تفرهدنا الشخصيه الكل، ونشكروها سي لطفي بوشنير وان شاء الله يعاود يجينا مره ثانيه. تونسيه والعباد الشيخ اللي جاك تشوف فيها ان شاء الله ديما تونس بخير. عجبي من